هاي يا جماعة، ازيكم؟ يا رب تكونوا كويسين وهابي فالنتاينز داي. النهاردة انا ومها صاحبتي قررنا نقضي الفالنتاين في البيت عشان احنا بلا حسن يعني، احنا بنأزر بعضينا كده في بنقضي الفالنتاين في البيت مع حلة محشي رشا عاملاها جبارة. انتوا شفتوها يا جماعة في الستوري، انا نزلتها في الستوري. محشي، لا هاتيها يا مها من اجيبها افرجهم من حله المحشي. احنا يعني احنا قضينا الفالنتاين كده، ما هو انت لما يكون مش لاقي حد يسعدك لازم تسعد نفسك. هاتيها مها كده، فعندنا يعني ايه بس ده ايه ده كده لا عادي عادي. المشاهدون بصوا يا جماعه، احنا قضينا الفالنتاين واحنا بناكل تورته المحشي دي، محشي كروم. المهم احنا طالعين نهزر اصلا، مفيش احنا الفالنتاين النهارده اصلا مش غاويه المحشي الكرنب خالص، بس بجد رشا عامله جبار، طعمه حلو جدا جدا. لا جدا. ما هي يا جماعه برج العقرب، اي حد عنده اسئله برج العقرب احنا هنجاوبها دلوقتي عليكم، يعني نجاوبها عليكم. بعدين بقى بمناسبه الفالنتاين بقى، احكوا لي بقى كل واحد فيكم يحكي لي بس بارتنر بالنسبه له بيبقى برج ايه، واحكوا لي بتعملوا ايه في الفالنتاين، وانا هقعد اقرا الكومنتس. ماشي؟ يعني انا كرشا برج العذراء بيست بارتنر بالنسبه لي، او احسن توافق بالنسبه لي عقرب. عقرب وتور، يعني دول ماي بيست 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 كومباينيشن، عقرب وتور و... لا وعلاقتك بالحمل برضو طبعا بيست برضو. طبعا حمل برضو، مع ان الحمل كعلم ابراج حمل وعذراء ما بتفقوش، بس انا بتفق مع الحمل، بتفق جدا مع الحمل يعني جدا. انت ما بتتفقي مع مين بقى؟ عذراء. حوت انا ما بتفقش يا جماعه مع الحوت، انا مامتي برج الحوت انا وهي نائر ونقير. لا يعني الابراج المائيه عامه بتفق معاها بس، وعذراء حلو، وتور برضو بتفق معاه. انت بتتفق مع تور؟ تور ما بتفقش، بنتخانق معاه. لا تور مع العقرب ما بيتفقوش. يعني قولوا لي بقى السؤال بسيطة. السؤال دلوقتي قولوا لي انتوا ايه اكتر برج بيتفق معاك، وانتوا برج ايه؟ قولوا لي اكتر برج بيتفق معاك. ما تقريبا العقرب ما بيتفقش مع حاجه على فكره، انا ما اتفكر دلوقتي كده، العقرب ما ينفعش حد يتفق معاه. بس انت يا مها مش عقرب بيور، انت مش عقرب بيور 1 نوفمبر. انت عقرب بيور؟ بس انا حاسكيش عقرب قوي يعني، مش شريره. لا قولوا لي، طب سؤال تاني عايز اساله لكم، جاوبوني يلا في الكومنتس. مين اكتر برج شرير اتعاملتي معاه؟ مين اكتر برج شرير اتعاملتي معاه؟ شرير؟ الجوزاء. وانا كمان والله الجوزاء. يا جماعه مش عايزين جوزاء يزعلوا مننا. في الرجاله طيب. في الرجاله الستات حلوين عشان اننا اصحاب. جوزاء عسل عسل كلهم حلوين. وانا اقولها صاحبتي برضو جوزاء. طيب مين اكتر؟ انا هسالكم وتجاوبوني تحت عشان ده حلوه اللعبه دي بتاعت الفالنتاين. ايه رايكم في المسابقه دي؟ طيب مين اكتر برج دمه خفيف اتعاملتوا معايا؟ انا اكتر برج اتعاملت معاه دمه خفيف حمل. انتي عذراء ودلو برضو. عذراء. مين بقى العذراء دمه خفيف؟ انتي دي فقريه ودمها بصوا فقر، ضحكني بسرعه يعني ممكن قفشه وبتاع. بس لا يا جماعه انا بكون بعيط على فكره، يعني انا من نوع الكوميديا شويه، وانا بعيط ممكن اقعد اهزر عادي. انا متضايقه وزعلانه وبعيط فعلا، بعيط ما بهزرش، وتلاقوني قمت قعدت اهزر يعني، فبتخلي الموضوع بصراحه بيقلب كوميدي يعني. طيب تعالوا نسال سؤال تاني، تعالوا نسال سؤال. مين انتوا قولوا لي مين اكتر برج دمه خفيف اتعاملتوا معاه؟ انا حمل. مين انت؟ انت قلتي عذراء. انا عذراء. طيب مين اكتر برج عنيد اتعاملتوا معاه؟ انا تور. انت مين؟ تور. تور برضه. طيب مين اكتر برج فخم كده في نفسه اتعاملتوا معاه؟ انا اسد. انت مين؟ حمل واسد. لا انا اسد بحسه اكتر برج فخم وإليجنت كده، والحمل برضه. والحمل بس الاسد اكتر. قولوا لي مين اكتر برج إليجنت كده وفخم اتعاملتوا معاه؟ طيب اكتر برج كريم اتعاملتوا معاه؟ انا حوت ودلو. انت؟ حوت. ودلو برضو. دلو. وانا برضو عذراء بحسه كريم. طيب مين اكتر برج طموح اتعاملتوا معايا في حياتكو؟ اسد. لا انا عذراء وتور وجدي، اكتر ثلاثة طموحين اتعاملت معاهم في حياتي، الثلاثة دول طموحين جدا. يعني عذراء رقم واحد وتور وجدي. انت اسد؟ اوكي. طيب اكتر مين اسد اكتر برج طموح اتعاملتي معايا؟ ماشي بعد الحلقه. طبيعي بعد كده. انا عرفت خلاص اول حرف دبليو. يا دبليو دبليو خلاص اول حرف. بعد كده احنا على الهواء مباشره. ده في كلب دلوقتي، انتوا بس عايز احكي لكم قصه الكلب. الكلب بياكل المحشي. ولادي جابوا باباهم جاب لهم كلب، وبمناسبه الفالنتاين هديت الفالنتاين جاب لهم كلب. الكلب انا بخاف من الكلاب، الكلب ساب البيت كله وفجاه حبني انا وانا بترعب منه، فيسيب كل حاجه ويجي يقعد تحت رجلي. في ايه مالك؟ ماشي. هو فين الكلب؟ تحت. فيا جماعه ايه هو الكلب؟ انا اصلا اكتر واحده بخاف من الكلاب. هو امبارح لقيت رند جاي تقول لي مامي نايميه معاكي، مش شايفه مها؟ هلو.
مامي نايمين معاكي اصل هو بيحبك. تعالي يا رندا احكي لنا على الهوا اهو. تعالي احكي لهم يا رودي. يلا احكي يا رندا بيبي. ايه واحكي على موضوع الكلب امبارح. كان عندي غاز كانش عايز ينام. لا وعمل ايه معايا انا؟ كان قاعد بيجري وراك. عشان بس ايه؟ بس دلوقتي مش بيجري وراك، بيجري ورايا انا. راند بقى حقودة كانت متغاظة جدا عشان هو بيحبني اكتر منها. فهي قعدت بقى تاكله من غير اي مجهود. يا جماعة ده هما كل ما يجي حد يشيله يجي كأن انا امه اللي ولدته العظيم. يعني كان محتضنين. طيب نرجع تاني لموضوع لعبة الابراج. يا راند العبي معانا. عاملة محشي كرنب جبار يا جماعة. طيب يلا نرجع تاني تيجي معانا في المسابقة. طيب مين اكتر برج حبيب اتعاملتوا معي حبيب درجة اولى؟ انت مين اكتر برج حبيب؟ حوت. حوت. حوت رومانتك. حوت ايه اكتر برج؟ انا الناس اللي اعرفهم دلوقتي مش عارفه ابراجهم، مش عارفه ابراجهم بس بصراحه بصراحه هو اللي احنا فيه. لا انا اكتر برج حبيبي اتعاملت معاه ايوه حوت. حوت رومانتك جدا. حامل. حامل. رومانتك. في حد بيقولي راند موسخه منك. ايه يا جماعه لا انا احلى بكتير قوي. انا الاحلى. لا رودي على فيرجن احلى. راند ملونه اكتر مني عشان شعرها اصفر. رندبور. انا شعري مش اصفر قوي. بس ايه ده رند صدقني انت شبه في الصوره دي. شبه جدا. شبه جدا. طيب سؤال تاني. مين اكتر برج في قولي يا مها صفات ايه تاني؟ برج اكول اتعاملت معاه بيحب الاكل قوي قوي. عذراء. ايه رند تقولي برج ايه يا رند؟ عذراء. هي بتضرب. هي شايفه المحشي بتضربه؟ عذراء طبعا. لا انا اكتر برج اكول اتعاملت معاه تور. تور اكتر برج بيحب الاكل. مش عارف. جوزاء. جوزاء بيحب الاكل قوي. مش عارف انت بقى برج اتعاملت مع ايه. والله تعالي يا سلام هات الكلب. انت ترميه بالمحشي وفين الكلب بره؟ مين اللي جايبه؟ معاه بابا. لسه ما جاش. طيب اكتر برج يا جماعه ركزوا في الاسئله بجد، اعمل لكم مسابقه واللي هيكسب كل الاجابات صح هياخد جايزه. طيب مين اكتر برج ستايلش اتعاملتوا معاه يعني بيهتم قوي بالستايل بتاعه؟ اسماء. لا انا ميزان. انا ميزان اكتر برج بحس بيهتم. انا بحب بهتم بميزان بحس وجوزاء كمان على فكره بيحب لبسه. لا مش عارفه ده بحس ان اسماء ستايلش جدا. طب مين اكتر برج بيتوتي اتعاملتوا معاه؟ انا كانسر. عذراء. لا كانسر اكتر معاه بس برضه. انت قصدك على مين؟ انت طبعا. انا بتوتي. انا يا جماعه بحب البيت. يعني احنا النهارده في فالنتاين ما كانت عندها استعداد نخرج عادي. انا قلت لها ليه نخرج؟ ليه احمر وبتاع في الاخر قعدت في قلبها في البيت. انا بحب قعده البيت بصراحه. حتى كل ما حد اصحابي يجوا نخرج اقول لهم تعالوا اقعدوا معايا في واغريهم بقى. طيب مين اكتر برج ايه تاني فشار حلمانجي كده اتعاملتوا معاه؟ اوعى يطلع العقرب في الاخر. لا فشار. فشار مين؟ لا ما هقول لك انا جوزاء. الجوزاء وقوس. جوزاء الرجاله. وقوس الرجاله انا اسفه الرجاله مش لطاف خالص في الجوزاء. لا ما عندها موقف شخصي مع الجوزاء. انا عندي موقف شخصي مع الجوزاء. طيب مين اكتر في حد قال اسد ستايلس. الاسد ستايلش برضو. ده حقيقه. ضاع مني الاسد بس الميزان برضو يا جماعه قوي. لا الميزان لا مش عارفه ابني مش بقى يعني عادي ابني لازم انا اللي البسه لكن الحمل بحس ان هو. طب اكتر برج ذكي اتعاملته معاه؟ ذكي. انا دلو. اكتر برج ذكي دلو. انت مين اكتر برج ذكي؟ عقرب. هي بتوع نفسها. لا لا مش علشان نفسي. لا في حد يقول لك حرام عليك العقرب طيب. ما انا طيبه من عقرب اهو شفته من عارف انا بس طيب. لما تتعصب استغفر الله العظيم ربنا يوريكم بقى لما تعصب. طب يا ثانيه واحده هسالكم سؤال بجد والله السؤال ده حلو قوي. ايه اكتر عيب بتكرهوه في نفسكم في يعني في نفسكم انتوا برج ايه؟ انت ما اكتر عيب مش بتحبيه في نفسك؟ لما اتعصب ببقى وحشه قوي بصراحه. وانا كسوله جدا يعني ممكن اكسل كسوله جدا او ممكن اقعد اجل حاجات يعني باجل كتير وكسوله كسوله كسوله وكمان بيرفكشنست قوي يعني من كتر ما انا بحب الحاجه بيرفكت فدي حاجه بتضايقني ان انا بضيع وقت كتير قوي عشان اقعد اراجع واتاكد انها وانتقاديه. انت انتقادات قوي. انت رهيبه في الانتقادات. انا اكتر حاجه يمكن لما بتعصب يعني انا طيبه بس لما بقى يعني متعصب وعنيده برضه دي من الحاجات اللي مش لطيفه معايا. طب ما احكي لهم عن الانتقادات بتاعتي. ما يا جماعه مسميني رشا متنمره. عشان انا بتنمر يعني ايه دايما بقول كومنتس على طول. هي اجمل حاجه تنتقد الانتقاد يعني هي عندها مشكله مع الانتقاد فهي هي بتحب قوي بتبقى عقش. يا جماعه عذراء قوي فكره انها تقعد تنتقد كده اللي قدامها يعني. انا عذراء جدا. يا جماعه استنى هوريكم الكلب دلوقتي. في حياتنا هوريكم الكلب. اوكي ماشي. اسمه اصلا هيزل. هيزل. تعالي هاتيه يا رب. يا جماعه هوريكم الكلب. هو ماله جاي بالهايبر كده؟ ما تبعديش
يا حواف يا جماعه حواف ايه دلوقتي؟ استنى اوريكم الكلب يا جماعه. بصوا يا بيحب يا حواف. ايوه انا مش شايفه. هو بيحب راند قوي يا جماعه. ده بيبوسوا بعض. لا راند بطه. لا 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 هو ماله جاي مجنون متجنن كده ليه؟ ماله جاي متجنن كده ليه؟ مش مطعم بس هسيبي حبي سنتين. بصي يا جماعه خليهم يبصوا. بصي هو اسمه ايه؟ هازل. طب ايه الفرق ما بين الحبل ده يعني والحبل اللي انا؟ بصوا يا جماعه كانوا بيعملوا الكلب شوبينج فراجع ايه؟ في بجد بايا مامي واي شيل بقى الحاجات دي يا سارية. انت ايه خايف منه كتير؟ انا بخاف منه. تعالى يا حرام احكي يا جماعه انا بترعب من الكلب. بصوا والمشكله هو بيحبني بس انا ما بحبهوش يعني. مامي وي جات هيم. خلاص كفايه بقى يا جماعه حلوا الاسئله تحت واللي هيفوز حاجه هتكسرها. بس هابي فالنتاين تو ايفري ون. سي يا عمر تعالى سي هابي فالنتاين. لا طب سي هابي فالنتاين. قول حاجه بسرعه. قول اصلا احنا جبنا تويت عشان مامي بتحاول بس هو يبقى شوت شاطر تحت في اشاره. قول ايه رايكم في الكلب؟ بس يا جماعه اقترحوا لي اسم جديد للكلب عشان اسمه هيزل. ايه هيزل؟ لا لا ما مش حافظ نفسه كده. انا مطفي الاسم. لا مش عاجبني. عاجبني. لا لا ايه هيزل ده؟ استنى يا جماعه هوريه لكم. استنى ما نعيروش. مش نعير لا ما هو ايه ليه؟ عشان قال لسه واكل. بص ده اسمه هيزل اهو. هو بيحبك قوي كده ليه رن؟ بصوا يا جماعه هوريه لكم. انا بيحبني قوي بس والنبي ما تجريش ورايا. ابوس ايدك يا عمر. عمر ثانيه واحده. هو بيعمل كده. ده بيقف على رجليه. هنعمل لكم عرض سلك. بشيو هو ماله يا رن اتجنن كده ليه؟ هو راجع مجنون كده ليه؟ عشان لسه عامل تويلت يا عمر. سيب سيب طب شيله. يلا بصوا يا جماعه ده بيقف على رجله. عمركم شفتوا كلب بيقف على رجله؟ استنى ما هات انا همسك الكاميرا. لا انا بهدل لي البنطلون اهو. بصوا شيو يا رند. هو ماله متهايبر كده ليه؟ مش فاهمه. رند شيو هابي مبسوط. رند مامي سيبه ولا هتعصبه؟ مش هعصبه يا حبيبي. متضايق بس يا جماعه بقى خلاص كفايه كده. ده لايف سبيشال عشان الهابي فالنتاين. ويا ريت كلكم تكلموا الناس اللي انتوا تعرفوهم وتحبوهم. كل سنه وانتوا طيبين ويا رب كل ايامنا حلوه وفيها حب وسعاده وراحه بال. والسنه الجايه يا روشا ها الفالنتاين ما نقضيهوش مع بعض. ايوه كل واحده فينا تقضيه مع ايه؟ مع حد. اوكي ان شاء الله ان شاء الله. بس يا جماعه احكوا لي بقى بتعملوا ايه في الفالنتاين. واتصلوا بكل الناس اللي بتحبوهم وقولوا لهم هابي فالنتاين. هقفل معاكم اصلا واروح اتصل بامي لانها اتصلت بيا وانا في اللايف. ثانك يو بحبكم وانجوي يور تايم. وخليكم بوزيتيف كده يعني. حتى الناس اللي ما عندهمش حد يقضوا معاه الفالنتاين عادي. حبوا نفسكم حبوا اهاليكم حبوا ولادكم حبوا يعني ستاي بوزيتيف يعني. بحبكم جدا جدا. ويلا كلكم بجد جاوبوا على الاسئله. جاوبوا على الاسئله الموجوده في اللي انا